بسم الله الرحمن الرحيم. أبطال الجيش الحر على خط النار الأول بالقرب من دوار غسان عبدالله، كتيبة الشهيد الحارث، يرابطون هاي العربات، هاي عربة مر، هذا مصيرها. جايينك يا بشار على القصر، ها والله جايينك. الله أكبر، الله أكبر. هذا قناص من أبطال الجيش الحر التابعين لكتيبة الشهيد الحارث التابعة للواء ذو النورين. ها هم عناصر الجيش الحر الأبطال يرابطون القرب من دوار غسان عبود. ها هو قائد الكتيبة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ حياكم الله. أخي أبو صلاح، ممكن تحدثنا شوي عن مرابطتكم هنا؟ أخي الكريم، نحن حاليا منتشرين حوالي منطقة دوار غسان عبود ومحاصرين مع بعض الكتائب للجيش الحر، كتيبة المصطفى وكتيبة عمر وكتيبة بيت المقدس لمنطقة المطار القديم. وطمن أهلنا بالخارج بأن الجيش لم يجتاح المنطقة وأن الإشاعات التي أوردوها غير صحيحة، ونعاهدهم بنصر والثبات إن شاء الله. ونقول لهم أن النصر قريب وسترجعون لبيوتكم آمنين سالمين بإذن الله. ونوجه كلمة لأبطال الجيش الحر، ندعوهم إلى الصبر والثبات. أخوة، الصبر والثبات بإذن الله هو مفتاح النصر. والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. طبعا هاي الاصلاحات اللي عملها بشار الاسد، هاي هي الاصلاحات، فرجوا هاي اصلاحات. طبعا نقول كثر الله خير العرب، ردوا علينا وعاونوا على الاصلاحات. امريكا شاطره، امريكا شاطره، يجب علينا بالتدخل العسكري قبل استعمال السلاح الكيماوي. طبعا هي شو قامت تقول؟ استعمل السلاح الكيماوي، علينا بالتدخل العسكري، بس يستعمل الطيران الحربي. يستعمل الطيران الحربي. احنا الله معانا. علينا التدخل بس. الله معانا. استعمل القذائف الهاون. الله أكبر. أنا استعملها. الله أكبر. بس أقسم بالله العظيم يا بشار الأسد، أقسم بالله العظيم، أنت والعرب والدول الغربية لا تتحاسبون بعد سقوط النظام. إن شاء الله، إن شاء الله جايينك يا بشار على القصر. أما أنتم يا رؤساء العرب، ذوقوا ملذات الدنيا، بس احنا نريد ملذات الآخرة. الله أكبر، الله أكبر، والعزة لله. الله